بما ان بقى اتكلمنا على رونالدو، في واحد بقى تاني بسم الله دبابه بشريه وجاي في الدوري الانجليزي، فاهم؟ غيط بيجري فيه، حيوان بيجري فيه. وبعد كده طلع تصريح غريب جدا، قال لك ايه؟ انا ما بتمرنش حديد. اوكي، انت طبعا عارف مين. اوكي ماشي، عدم تروح. طب يا ستوب ستوب يا عشان نسيت اسمه، كان صعب. قول لي اسمه واستني لي ابد. ادام تراوري في غيره؟ بص هو بص يعني هو اختبرك بس تعرفه ولا لا. ايوه صح، هو قصير كده ماشي، بس بسم الله ما شاء الله سريع جدا، وزاد كده ان عنده كتله عضليه كبيره. فده يتعارض مع السؤال الناس اللي بتقوله اللي قلناه في اول حلقه، هل العضلات هتقلني؟ ازاي بقى بيعمل كده؟ بص انت اصلا علشان تقدر تطلع باور عالي وتطلع فورس جامده قوي لازم اصلا يكون عندك عضلات. كل ما عضلاتك بتزيد كل ما الفورس بتاعتك بتزيد، بس لحد ليميت معين بالظبط. وكمان العضلات بتاعت الابر بودي، يعني مثلا ليه لعيبه الكوره بتبقى رجلها كبيره بس حجمها من فوق مش كبير قوي؟ لان الحجم الكبير من فوق ده هيبقى لود عليه زياده، لكن هو محتاج يكون عنده عضلات رجل كبيره علشان يقدر يديله باور سريع قوي. طيب واحد زي ادامه تراوري ازاي بقى وصل للشكل ده؟ عايز اعرف. انا نفسي عايز اعرف. عارف الناس اللي بتقول لك ايه، احنا بنركز على تمرين الحركه والعضلات بتكبر لوحدها؟ هو مع تمارين الاجيليتي وتمارين الباور اللي بيعملها في الجيم، اللي بيعملها عشان يزود بيها السرعه ويزود بيها الحاجات دي، مع التغذيه الكفايه مع البروتين الكفايه، عضلاته بتكبر كده كده. فهو فعلا ممكن يقول لك انا ما اعملش حديد، ما اقصدش ان هو ما بيرفعش اوزان، يقصد ان هو ما بيروحش يعمل باي لوحده، ما بيروحش يعمل تراي لوحده، يعمل زينا كده مثلا سبليت، مثلا برو سبليت ولا مش بول ليج، ما بيروحش يعمل الكلام ده. هو الراجل ده بيعمل تمارين تزود له الباور، تمارين تزود له القوه بتاعته، تمارين تزود له السرعه، مع التغذيه الكويسه عضلاته كده كده بتزيد. وزاد زيناته بقى بالظبط، يعني في كمان حمل. بسم الله ما شاء الله، مش عارفين عضلات عشان تزيد محتاج تحط عليها حمل، تغذيه كويسه تبتدي عضلاتك. بعد كده تبدا تعمل البروجريسيف اوفرلود او التدرج في الاحمال، هو بيعملها بطريقه معينة بحيث ان هو مش لازم يبقى دايركت في الحديد. هو كده بيتمرن بس بوزن جسمه، يعني انا شفت له كذا فيديو. ممكن كمان يكون بيرفع اوزان، يعني اكيد هتلاقيه بيعمل ديد ليفت، بيشيل ديد ليفت واكيد بيعمل سكوات، بس هو مش قصده ان هو حديد كسبليت بالظبط، كان بيروح الجيم كده 3 في 10 بالظبط. يعني الراجل ده بيروحش يعمل دروب سيت ويعمل الكلام ده، لا بس هو لازم يشيل اوزان. وعامه هتلاقيه بيتمرن باوزان، وتمارين الاوزان مهمه جدا للعيبه الكوره. دينا بقى فوائدها بقى ماشي. مثلا لو اتكلمنا على اول حاجه، زي ما احنا اتكلمنا ان هي بتزود الفورس، فهتزود اصلا من سرعه، انت لازم اصلا تعمل تمارين باوزان عشان تزود من السرعه بتاعتك جوه الملعب. وتاني حاجه الالتحامات، لعبه الكوره كلها التحامات، اللعيبه بتزق في بعض وحاجات، اصلا غشيم غشيمه بالظبط، هو عليه 3 وهو بيعدي، فلازم الحاجات دي تبقى عنده سبرنث وعنده قوه كفايه انه يقدر يخش الالتحامات دي. وكمان بقى لو جينا للنقطه دي، ان هي كمان بتقلل الاصابات. استنى بس استنى بس، عشان انا راجل اهلاوي واتنكدت كذا سنه، في سنه يعني في سنه لعبنا نهائي في افريقيا مفيش، فاهم؟ كل اللعيبه كل اللعيبه متصابه، واللي عنده خلفيه واللي عنده موضوع الخلفيه ده بالذات حوار كبير. الاصابات ازاي؟ الاصابات والحمل التدريبي، عشان انا شايف ناس بتشتكي من الحمل التدريبي ان هو خفيف، وناس بتشتكي ان هو تقيل، ايه علاقه الحمل التدريبي بالاصابات؟ عشان أوكي. عشان انا بس ايه اوكي، عشان لو اتصاب دلوقتي اعرف اجيب الراجل من دقنه. السبب. انا عارف الراجل وهجيبه من دقنه ماشي. اول حاجه هي نسبه وتناسب. انت ما ينفعش تحط لود عالي قوي على اللعيبه، حلوه، وما ينفعش تحط لهم لود قليل قوي. لو حطيت لهم لود قليل قوي مش هيتحسنوا، هتبقى تمارين الكره، التمارين اللي احنا بنعملها في الجيم عشان يتحسنوا في الماتش بتاعتهم ملهاش لازمه. ولو حطينا لهم لود عالي قوي ان احنا كل يوم بيروحوا الجيم وكل يوم بيشيلوا اوزان، مش هيلحقوا ياخدوا الاستشفاء الكافي بتاعتهم، فاصاباتهم هتزيد. وفي غلطه كبيره قوي ممكن تكون بتحصل. اديني بقى الغلطه دي. للناس كتير قوي واللي بنشوفها في لعيبه الكوره، عشان انا قلبي فاهم بايظ خالص، هي العضله الخلفيه. العضله الخلفيه والهامسترنجز اللي هنا دي معظم الناس بتهملها، بالذات في الاحمال البدنيه بيبقوا مركزين قوي على العضله اللي احنا بنشوط بيها، اللي هي الكوادرسبس، هي شغاله في معظم الحركات، هي المين في الجري، هي اللي احنا بنشوط بيها، هي اللي احنا بننط بيها. فمدربين بيركزوا عليها قوي في التمرين ويسيبوا النسبه النسبه، يسيبوا نص رجلك لوحدها كده لوحده ضعيف. طب ده بيأثر عليك في ايه؟ اديكم مثال ابسط في الدراع، وبعدين نرجع للشعر. اديك بس مثال بس بسيط للناس هتفتكره. متعب مره كان في كاس العالم للانديه جه يشوط كوره، ايوه بس مسك الخلفيه. اقول لك ده بسبب، ركز في الخلفيه ابوس ايدك. اقول لك ده بسبب ايه؟ احنا مثلا عارفين ان اي عضله بتيجي تقصر او عضله انت بتعمل لها انقباض، العضله العكسيه بتطول. احنا لو خدنا مثال الباي، لما بتيجي تقصر التراي عكسها ايه؟ بتطول على طول. ده نفس الحاجه بالظبط في الرجلين، لما انا باجي مثلا اجري او باجي اشوط كوره، العضله الاماميه بتنقبض،
فطبيعي جدا ان العضله الخلفيه ايه العكسيه حاجه اسمها في العلم يعني الانتاجونست الانتاجونست ماسل دي بالظبط ان هي ايه بتطول او بيحصل لها ماسل لينس. ليه بقى بيحصل لها كده؟ علشان انت لما العضله دي تنقبض والعضله اللي الناحيه الثانيه العكسها تطول بتقلل اللود على اللور باك وانت بتجري او العمود الفقري وانت بتجري، فلازم يكون قوه العضله الاماميه زيها بالظبط قوه العضله الخلفيه عشان يبقى في توازن بالظبط تسهيلا للناس يعني عشان يبقى في توازن ما بينهم. فالتوازن ده بيساعد في ايه؟ لما سرعه الانقباض بتاعه العضله الاماميه تبقى سريعه قوي والخلفيه تبقى بنفس السرعه يبقى في ما بينهم توازن ما بين الشد والشد بينهم فيحصلش اصابه. لكن لو دي اقوى من دي اكن مثلا واحد قوي بيشد واحد ضعيف هيجي يشده هيوقعه على الارض. فلازم الاثنين يبقوا بنفس القوه بالظبط. طب نيجي لسؤال مهم قوي عمر، لو انا لعيب كوره هل طول السنه وطول الموسم بتمرن نفس التمارين اللي هي اللي انت لسه قايل عليها ولا بغير ولا الانتنسي او الشده بتاعه التمرين بتتغير والفوليوم والكثافه؟ قول لي كده عشان فاهم الناس ده على حسب الفتره اللي لعيب الكوره ده فيه. نيجي نبتديها من الاول خالص من قبل الموسم اللي ما بيكونش فيه ماتشات خالص اللي هي اسمها بري سيزون اللي هو قبل الموسم. بالظبط قبل الموسم ده اللعيب بيركز على ايه؟ بيركز اكتر على الحاجات اللي هو ما بيحتاجهاش في الملعب. يعني لو لعيب كوره نفسه يزود الشيب بتاعه ويزود العضلات بتاعته بيزودها امتى؟ بيزودها في البري سيزون. ليه؟ لان هو مش محتاجها قوي في الماتشات زي ما اتكلمنا ان هي ممكن تتقله شويه بس هو محتاجها برده شويه عشان تزود له الفورس. فبيزودها بسنه وبيبتدي يخسرها سنه بسنه على بال ما يوصل للان سيزون نفسه. فممكن يزود عضلات زياده قبل السيزون ويبتدي يخسر منها شويه ايه جوه السيزون نفسه. فيفضل شكله حتى معضل جوه برده الايه الماتشات بتاعته. طب خلصنا البري سيزون نخش بقى في السيزون. بس البري سيزون برده مش شرط انه يركز في العضلات بس ممكن يركز على اي حاجه ناقصاه يعني مثلا بالزبط. ممكن زي ما بيقولوا كده ايه بيركز على النواقص لعيب مثلا مش فليكسبل مرونته قليل بالظبط بيركز على الحديد. فهنا بيجي ان كل تمرين او كل لعيب بيبقى ليه تمرينته الخاصه بيه مش كل الفريق يعمل نفس التمرين. بالظبط حلو ده. بعد كده نيجي بقى في السيزون جوه السيزون نفسه. جوه السيزون نفسه انت بتقلل اللود قوي عشان تبقى عندك ماتشات على طول وعندك التمارين التكنيكال بتاعه اللعيبه فينفعش ان انت تلود عليهم بقى جيم واحمال جامد قوي علشان ما يتصابوش وعلشان اللود زي ما اتكلمنا انه ما يبقاش عالي. زي ما الناس بتتصاب بسبب ان احمال تقيله عليهم فبيحصل مفيش توازن ما بين عضله وعضله ثانيه ومساعده ليها. بالظبط. فاللي احنا بنعمله في الفتره دي ان احنا بنحافظ على اللي احنا عملناه فين في الفتره اللي فاتت عشان كده كده اللود عالي في الماتشات اصلا. بالظبط. فاحنا بنحافظ على اللي احنا عملناه بس ففتره الماتشات ممكن تنزل مثلا جيم مره او مرتين في الاسبوع تحافظ بيه على اللي انت كنت عامله قبل كده. حلو قوي. بعد كده بعد ما انت خلصت والسيزون بتاع الماتشات بتاعتك خلص دي لود او الاوف سيزون تيجي انت عندك في الاوف سيزون انت عامل زي المكنه شغال جيم قبل السيزون وشغال جوه السيزون وخلاص المكنه اتحرقت فانت بتعمل ايه؟ ولا بتقفلها خالص ولا ولا بتشغلها ليه ما قفلهاش خالص؟ عشان لو شغلتها خالص تحتاج تدور تاني. صح. فكل اللي انت هتحتاجه هنا يعني ايه؟ انت كنت هندسه ولا ايه؟ انا قلت اكلمك بلغتك. ايه اللي هيحصل لو انت هديت خالص ما بتلعبش ووقفت في الاوف سيزون مثلا شهر او شهرين؟ لما تيجي ترجع تتمرن هيكون مستواك قل جدا وهتبدا من النقطه اللي هو زي ما بيقولوا كده تحت الصفر. بالظبط. هتقولي طب ما انت محمد صلاح مهيص دلوقتي ومبلط وعامل كل حياته ده. محمد صلاح في الساحل مقضيها ايه؟ هو بيدي لود او بيقلل الاحمال بتاعته مده مثلا اسبوع او اسبوعين ما بيتمرنش فيهم خالص وبعد كده بيرجع يتمرن بحده قليله او بشده شويه في التمرين قليله لحد ما يرجع للبيك بتاعه تاني سنه بسنه تاني. وخلي بالكم يا جماعه فتره الدي لود دي مش في ناس فاكره ان انت ريحت من الجيم ان انت هتفقد كل المكتسبات اللي انت خدتها من الجيم سواء العضلات. لا انت ممكن تعتبرها كده زي مثال بسيط الراجل بتاع السبق بياخد خطوتين لورا عشان يبدا بالزبط. يجري تاني بالزبط. ممكن تخلي الدي لود دي او فتره اللي هو عدم التحميل فيها جامد قوي ان انت بترجع خطوتين عشان تكمل فيها. ودي اللي حصل لي مثلا لما انا جالي كورونا قعدت شهر في البيت ما بتمرنش لما رجعت لقيت انا بديت من الاوزان اقل بس مره واحده لقيت ان الاوزان بتزيد عشان الريكفري والوزاره بتاعتك. هي اصلا فكره الدي لود كلها ان انت بتريح من الحمل القديم اللي كنت بتعمله وتعود جسمك على الحمل الجديد اللي هو هيخش عليه. بالظبط. دي فكره الدي لود كلها. صح. سؤال كمان بقى وده ليا انا مخصوص. انت عارف ان الراجل عندي صليبي تمام ومشكله الصليب اللي جات لي بسبب ان انا لما كنت بطلت كوره خالص كنت بتمرن جيم عادي تمام فانا تقيل من فوق فانا كنت دايما بحب بقى ارقص ومش عارف ايه فمره خدت حد انا رحت ورجلي حد راح ورجلي ست رجلي عملت كده يا شباب بصوا كده فالرباط الامامي الصليب اتقطع. حلو. نصيحه بقى للناس اللي هم مش لعيبه كوره بروفيشنالز بس بيلعبوا كوره عادي مع اصحابهم وكده وفي اي حجز وبتاع ازاي ممكن يتفادى الحته دي يعمل ايه يعني عشان يتفادى ان هو ممكن يجيله صليبي كده كده طبعا الاصابه قدر من عند ربنا وكل حاجه بس ناخد بالاسباب وممكن نقلل الريسك شويه ان هو إيه؟ اول حاجه ان هو يزود في تمارينه التمارين اللي احنا اتكلمنا فيها بتاعه ان هو يتحرك من مكان لمكان بسرعه فيبقى متعود. انت ما كنتش متعود انت جسمك لما راح يمين نقدر يرد شمال بسرعه او ان الريسبتورز او الاشارات اللي في جسمك بالزبط. تشتغل بسرعه سريعه قوي تدي له اوردر انه يقدر يتحرك تاني فلازم يتمرن على الحاجات دي اللي احنا بنسميها تمرين الاجيليتي والتشنج اوف دايركشن والحاجات دي في الاول.
او حاجه كمان جدا لازم الناس تعملها لو هو مش هيدخل في تمارينه كده، ان هو كمان لازم يسخن قبل ما يروح حجز كوره. الناس بتخش حجز الكوره صباح الفل مساء الخير، شاف الكوره دخل العب كوره، شاف الكوره بيبطل طنطتين وخلاص. هو ما اهلش جسمه ولا جهازه العصبي ولا الاربطه في جسمه ان هو دخل يتمرن. فالناس لازم تسخن قبل اي حمل هم يعملوه سواء كوره او تمرين او اي حاجه، يحاولوا يلعبوا الحته بتاعه اللي هم يتعودوا على الدايركشنز وتغيير الدايركشنز دي عشان يتفادوا الاصابات. ده كلام ده حتى لو انت بتلعب كوره فور فن عشان بس ايه ما يحصلكش زي ما حصل للعبد لله كده. الف سلام عليك عبد الله، خليك عفو. طيب ملخص سريع بقى للحلقه دي، خلينا نقول ان انت لو لعيب كوره محتاج تروح الجيم، ما ينفعش خالص ان انت تفكس للجيم ده خالص، ومحتاج تركز على كذا فاكتور اللي قالهم كابتن عمر، ومحتاج كمان تعرف انت في دلوقتي في البري سيزن ولا في الاون سيزن ولا في الاوف سيزن بتاعك عشان تعرف توزع الاحمال بتاعتك على السيزن نفسه، وتعرف ازاي تستفيد اكتر من كل فتره انت فيها. ويا كابتن عمر والله يعني حلقه جامده جدا، انا شايف ان احنا استفدنا جدا منهم، انا استفدت جامد جدا. يا جماعه روحوا تابعوا كابتن عمر على الانستجرام، هيتكلم بقى بالتفاصيل في كل حاجه احنا قلناها، ولو عايزين تستفادوا من الحاجات دي كلها هنسيب لكم لينك الانستجرام بتاع كابتن عمر هنا تحت، روحوا اعملوا انستجرام، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. عايز تقول حاجه في الاخر يا كابتن عمر؟ جاهزين للحلقه؟ جاهزين، احنا كده كده جاهزين. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، شغلوا جرس التنبيهات. وكان معكم حسين سيد انفورما، وكان معكم عمر فؤاد، واخر حاجه نقولها يلا خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من حواليكم. دي بقى سلام. هاي يا فنان. يلا مش تروح مني.